لا يزال تملك المسكن المناسب هاجسا يؤرق السعوديين، خاصة في ظل ما يواجههم من ارتفاع في أسعار العقار جعل حلم المنزل بعيد المنال. وعلى الرغم من المبادرات والمشاريع التي أطلقتها الوزارة ذات الأعوام الخمسة، إلا أنها لم تلامس همومهم، مما أدى إلى نشوب أزمة ثقة بينها وبين المواطن. يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر الشارع السعودي بانقضاء يوم غد الاثنين إعلانا هاما يتعلق بتحصيل رسوم الأراضي البيضاء بعد انقضاء المهلة التي حددت في وقت سابق بستة أشهر. أمال كثيرة إذن يعقدها مواطنون ومختصون اقتصاديون على فرض الرسوم بأن تؤدي إلى انخفاض في أسعار العقار، فيما تؤكد وزارة الإسكان بأن هدفها الأهم يتمثل في الموازنة بين العرض والطلب والسعي لتوفير المسكن الملائم من خلال عديد من مبادرات أطلقتها الوزارة مؤخرا. للحديث حول هذا الملف رحب بضيوفي هنا في الاستوديو، عن المستثمر العقاري الدكتور عبد العزيز العنقري، وأيضا الكاتب والصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي والعقاري السيد خالد أربيش. مرحبا بكم ضيوفي الكرام. بدأ معك دكتور عبد العزيز، يعني كيف تقرأ واقع المشهد العقاري السعودي ما بين الهيئة ثم وزارة وقرارات وإجراءات تتخذ بشكل يعني دوري ولكن دون نتائج ملموسة، المواطن ربما يبحث عن نتائج ملموسة بشكل سريع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك على الدعوة الكريمة. بالنسبة للسوق العقاري للأسف ما زال الآن الجميع ينتظر، وخاصة المواطن الكريم انتظار طال جدا، وهو ما بين حرص الحكومة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وأيضا من الجهة الأخرى المواطن الحاجة الماسة لتملك السكن. للأسف أصبح العائق الوحيد هي التجارب التي تخوضها وزارة الإسكان بين حين وآخر، ولكن ما زال أنا أتصور فيه الأمل كبير جدا لعدة أسباب. أسباب البنية الموجودة أو الأرضية الخصبة الموجودة في المملكة العربية السعودية أرضية جدا إن شاء الله متفائلين فيها، أرضية قوية من ناحية الاقتصاد ومن ناحية البلاء المالية للحكومة، وأيضا من ناحية القوة الشرائية موجودة عند أكثر من طبقات المجتمع. ولهذا أرى أن إن شاء الله أن الحلول لابد أن يعني تكون بإذن الله في غضون فترة ليست ببعيدة في متناول الجميع. هذا من جانب. الجانب الآخر اللي تتحمله وزارة الإسكان أنه لابد أن تبتعد عن التنظير، لابد أن تبدأ بخطوات إيجابية، خطوات تكون تلاقي رضا المواطنين بشكل خاص، لأن ما تصور المواطنين من جهة أو من الجهة الأساسية أنهم يعني ملوا أو تململوا من ناحية كثرة التصاريح، كثرة التنظير، كثرة الوعود. فالآن أتصور وصلوا إلى مرحلة أنهم ينتظرون أشياء ملموسة على أرض الواقع. أنا ما زلت متفائل، وهنا لابد أن الإنسان يضع في حسن الظن بالله ويتفائل، وهذا ليس بعيد على الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا رأيت أن الإدارة العليا في الحكومة أن حريصة كل الحرص في كل مجال المجالات على أنه أحد الملفات الأساسية والرئيسية في الدولة اللي هي تهيئة وجود مساكن ملائمة للمواطنين، وإن شاء الله يعني هذا يعني أحد بوادر العمل بإذن الله. نعم سيد خالد، يعني تتفق مع الدكتور من أنه ما تقوم به الوزارة هي أشياء نظرية بعيدة يعني نوعا ما عن تحقيق هذا الأمل أو هذا المطلب للمواطن؟ في بداية تأسيس الوزارة وعندما تحولت من هيئة إلى وزارة، أعتقد أنها مرت بأربع سنوات إلى خمس سنوات من الأعمال الإدارية اللي كان يمكن التغلب عليها وتسريعها بشكل أكبر، خصوصا برنامج الدعم السكني اللي أخذ تقريبا أكثر من سنتين بإعداده، وشهد بقرارات اللي صدرت أمس من وزارة الإسكان تغيير كامل في مجمل هذه اللائحة، لائحة الدعم السكني، لأن اللائحة بالمجمل في السابق كانت تعتمد على الدعم الحكومي والدعم الحكومي فقط بعيدا عن الشراكة مع القطاع الخاص، وهو أمر لم تنتهجه أي دولة في حل مشكلة السكن في السابق. اعتماد الوزارة في السابق على الحلول ذات البعد الواحد اللي تعتمد فقط على الدعم السكني أيضا لم تترجم بشكل صحيح. تخيل أن الوزارة كان لديها دعم وصل إلى 250 مليار ريال، لم يترجم هذا الدعم خلال السنوات الفائتة إلى أعمال فعلية على أرض الواقع.
هذا الأمر الحقيقة هو اللي أوصلنا إلى هذه المرحلة من الانتظار، وفي مرحلة من المراحل جعل أسعار الوحدات السكنية والأسعار الأراضي وصلت إلى أرقام كبيرة. كما أشرت أستاذ حمد قبل شوي في أنه في الغد سيبدأ الحساب الرسمي لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وهو بداية الصفر، بمعنى أنه سيعطى كل ملاك الأراضي المحددة داخل النطاق في المدن الثلاثة الرياض جدة الدمام مهلة سنة، إما أن يقوموا بتطوير هذه الأراضي البيضاء إلى وحدات صالحة للسكن، يعني أراضي أو وحدات سكنية، أو أن يقوموا بدفع الضريبة اللي هي 2.5% من قيمة الأرض. فكل هذا الحراك نتوقع إن شاء الله أنه في العام المقبل أن يترجم إلى عمل فعلي على أرض الواقع. دكتور عبد العزيز، يعني ملاحظ للوزارة وقبل ذلك الهيئة أحيانا تقترب بشكل كبير من المطورين العقاريين والشركات أو القطاع الخاص، وأحيانا تبتعد، مرة قرارات تكون قريبة جدا وقرارات أخرى بعيدة. هذا البعد والتنافر والقرب من يعني من المطور العقاري أو حتى من القطاع الخاص ليس في مصلحة المواطن بالنهاية. صحيح، هو الإشكالية اللي زي ما تفضل الأستاذ خالد قبل شوي، الإشكالية كانت في البدايات كانت تصور مرحلة نوع من التجارب. للأسف في بداية إنشائها كوزارة أو هيئة إنه بدأت أنه العمل على أنه المستثمر أو عفوا المطور العقاري ليس شريك في هذه المرحلة، وهذا أنا أتصور أنه خطأ كبير جدا. لابد أن يكون في وضع في الحسبان أنه المطور العقاري والمستثمر العقاري ووزارة الإسكان والجميع أنهم في صف واحد. في نهاية المطاف الجميع لهم مصلحة، الجميع يتقاطعون في مصالح معينة لصالح، وأيضا المواطن لهم مصلحة معينة، فلا بد أن يتكاتفون الجميع لإنتاج أو لإبراز منتج مرضي للجميع. يجب على وزارة الإسكان بخلق حلول يجب أن تكون أكثر مرونة، سواء كان مع المستثمر أو مع المطور العقاري أو مع أي جهة أخرى، مقابل أن النتيجة النهائية لابد أن يخرج منتج مرضي يوافق طموح المواطنين اللي أتصورنا يعني بالنسبة لهم طال الانتظار، لأنهم كانوا معقدين أمل كبير جدا عن الوزارة وما زالوا يعقدون، وأنا متوقع ومتفائل جدا أن في غضون الفترة القريبة إن شاء الله سينتج عنها هذه منتجات مرضية حتكون بداية خير إن شاء الله وتوفيق للجميع إن شاء الله. نعم سيد خالد، البعض ينادي الوزارة وزارة الإسكان بأن لا تخترع العجلة وتبدأ مما انتهى الآخرين، البعض الآخر ينادي بأنه لا، المجتمع لدينا خصوصية خاصة وهذه الأزمة المتفاقمة والمتراكمة من عشرات السنين لابد من إيجاد حلول خاصة بنا نحن. كلا وجهة النظر صحيحة. أعتقد أن الثقافة اللي ترسخت عند السعوديين وهو أن يقوم بالحصول على الأرض ومن ثم البناء أتت بالأساس مما يسمى قرض أو صندوق التنمية العقاري اللي أكمل تقريبا أكثر من 40 سنة، وكان هو القناة الحكومية الوحيدة لدعم المواطنين للحصول على السكن، فكان الناس يبحثون عن الأرض للبناء، وبالتالي هذه الأراضي تحولت مع الوقت إلى تجارة، أصبحت وسيلة ادخار، أصبحت تجارة، أصبحت وسيلة للمضاربة. هذه الثقافة تحتاج إلى وقت الحقيقة، يعني خلق الأحياء المتكاملة والمتجانسة هذا الأمر الحقيقة غير موجود في البيئة السعودية، تجده فقط في التجمعات الحكومية كوزارات أو قطاعات معينة كالدفاع وقطاعات الأمنية وخلافه، لكن أن تجد أحياء مكتملة البنية التحتية من المدارس والمساجد والحدائق والطرق اكتمال تام هذا الأمر غير موجود. الأمر الآخر الحقيقة هو ما شاهده الدعم للأفراد يعني الفترة الأخيرة، سواء بتوقف صندوق التنمية العقاري عن صرف القروض منذ أكثر من سنة، أو التنظيمات اللي شاهدها نظام التمويل العقاري الجديد اللي كان يشترط 30% كدفعة أولى لحصول المواطن، كل هذه الأمور حقيقة أدت إلى إحجام عدد كبير جدا من المواطنين للحصول على السكن. فقبل الحديث حقيقة عن بيئات أو أحياء سكنية مناسبة، يجب الحقيقة النظر إلى قدرة المواطن السعودي على الشراء، ولا زالت الحقيقة قدرة الأسرة السعودية ضعيفة. أرقام اللي خرجت من الدعم السكني أشارت إلى 65% من محتاجي الدعم السكني، تخيل أنهم في 3 مناطق فقط، في حين أنه 35% فقط يتوزعون على 10 مناطق أخرى. هذا التوزيع العشوائي. 65 أي ما هي 3 مناطق؟ اللي هي المنطقة الوسطى أو تحديدا مدينة الرياض والمنطقة الغربية وحاضرة الدمام اللي تشمل الدمام والخبر والظهران.
فهذا التوزيع الحقيقة الغير واضح، هذه من الإشكاليات اللي كانت وزارة الإسكان في السابق لم تعالجها، بمعنى أنها وضعت حلول متشابهة لكل المدن. مثل ما تفضلت، يعني قد يكون السكن مثلا لشخص يسكن في عرعر أو في حائل مثلا، لا ليس نفس السكن أو المواصفات اللي يكون في الرياض أو في جدة. هذه الحلول اللي كانت في السابق تنظر لأنها متشابهة، حلول يعني ذات طبيعة واحدة، ما كانت ناجعة أو صالحة. إذن الحديث الآن عن ثقافة المجتمع نعتقد أن لها دور، واعتقد أن توجهات وزارة الإسكان الحالية تأخذ بهذا التوجه. نعم. دكتور العزيز، برأيك لماذا لجأت الوزارة إلى عقد شراكات مع مطورين دوليين، ذهبت إلى مطورين من تركيا، الصين، مصر، أيضا كوريا الجنوبية؟ لماذا ذهبت لهم وتركت المطور المحل الذي هو أعرف بثقافة المجتمع؟ ما في مانع، بالعكس إذا كانت النتيجة هي في نهاية المطاف، يعني النتيجة هي أنها وجود منتج للمواطن، فما عندك مشكلة. يعني أنت تبحث سواد داخلي، ما هي الإيجابيات التي توجد للمطور الدولي غير موجودة؟ أوكي، ستجد صراحة أمانة أن من ناحية المطورين الدوليين فيها نوع مثلا من الخبرة، في نوع من المهارة، في نوع من مثلا اللي هو سبق أن مرت عليهم تجارب عديدة مثلا في دولهم. مثلا إذا تطرقنا إلى بعض المطور العقاري اللي موجودين في تركيا، أتصور مروا في نفس الأزمات اللي مروا فيها، اللي الآن جالسين نمر فيها في السعودية من ناحية أزمة السكن كان قبل فترة بسيطة. يعني فالخبرة متواجدة، ولا يمنع نوع من التحالفات، ولا يمنع نوع من المشاركة. المهم أنه لابد أن وزارة الإسكان يعني تبدأ بعملية وضع المنتجات اللي فعلا تواكب إلى طموح المواطن السعودي، وتواكب إلى أنه فعلا لابد أن يحقق الناس أحلامهم. فبغض النظر، يعني أنا أحد المستثمرين السعوديين، ولكن في نهاية المطاف الأولوية رضا بعد أنه مثلا يحقق الرضا والرفاهية للمواطن السعودي، بغض النظر من هو يكون الحليف سواء داخلي أو خارجي. لماذا المنتج من المطور السعودي أغلى من المنتج من المطور الأجنبي؟ لا، هذا ليس حقيقة صراحة، أن المطور السعودي أغلى من المطور الأجنبي، ولكن إحنا نجي على حسب الستاندر اللي وضع، على حسب الستاندر اللي مطلوب سواء من وزارة الإسكان أو غيرها. أنا أتصور أن لا يوجد شيء بالعقل أن مثلا والله المطور السعودي أو المطور المحلي أغلى من المطور الأجنبي، لأن ليس لديه امتيازات ملحوظة بحيث أن المطور السعودي يكون أغلى، ولكن أنا أتصور بناء على الستاندر المطلوب. ولكن هنا السؤال، نرجع أول قبل، مدى عدد المطورين السعوديين اللي عندهم الإمكانيات اللي يستطيعون من خلالها تنفيذ المشاريع هذه هنا. فمفروض أنه يوجد حلول معينة لتحالفات، أو ما نقدر نقول إحنا تجاوزات، ولكن تسهيل بعض العقبات اللي تخلي تساعد المطور السعودي أنه يبدأ. وإحنا شفنا مطورين سعوديين نجحوا في هذا المجال، نجحوا بدون طبعا وزارة الإسكان، نجحوا بإنتاج مشاريعهم خاصة، ولكن كان لهم يعني عملاء خاصين، ليس غالبية المجتمع. لا، لهم في نهاية المطاف المستثمر الخاص على فكرة ترى لا يبحث، ما عنده تمييز، عنده من صاحب القدرة المالية. فأنت إذا خلقت القنوات المالية اللي تستطيع فيها المواطن يحصل، يجد عنده قناة مالية معينة تمويلية، فما تفرق مع مين المطور اللي أمامه يعني. طيب سيد خالد، لماذا لا يكون للوزارة ذراع استثماري يقوم بتنفيذ مثل هذه المشاريع؟ حسب علمي أن الوزارة تعكف حاليا على تأسيس شركة إسكان حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص. هدف الشركة حسب معلوماتي هي أن تتجاوز البيروقراطية والروتين الحالي اللي قد تواجه الوزارة في عملية الدخول في مشروعات سكنية. أتصور أنه هذه الشركة قد يدخل فيها أحد الصناديق الاستثمارية كصندوق الاستثمارات العامة أو حتى الصندوق العقاري. الصندوق العقاري بالمناسبة سيتجه الآن لين تحول إلى مؤسسة تمويل، وجزء من أهداف مؤسسة التمويل هذه أن تدخل في استثمارات سكنية داخل المملكة. هذا الأمر كلها كتوجهاتنا أعتقد أنها توجهات سليمة، ولكن هي تحتاج إلى وقت، خصوصا كما تعلم ويعلم الجميع أنه المرحلة الحالية بالمشهد الاقتصادي بصفة عامة يمر بمرحلة ركود كبيرة جدا، متغيرات كثيرة جدا. لكن دلائل النواحي الإيجابية اللي حصلت، يعني مثل الاتفاق اللي حصل البارح، الاتفاق الدولي والعالمي الحقيقة في موضوع الأوبك، وتأثيراته اللي يتوقع أن يصل منتصف 2017 إلى 60 دولار للبرميل، يمكن أن يسهم بشكل أو بآخر وينعكس حقيقة على حجم التوجهات في مشاريع التنمية وفي كل مكونات التنمية، خصوصا في القطاع السكني. إحنا أمام ثلاث تحديات: التعليم والصحة وقطاع التعليم والصحة والإسكان. فهذه المكونات أو المفاصل الثلاثة في التنمية مهمة جدا في المرحلة المقبلة. نتوقع أنه تحسن
الدخل القومي من خلال تحسن أسعار النفط سيسهم بشكل أو بآخر بإذن الله في تحقيق هالتوجهات الحالية لوزارة الإسكان. وزارة الإسكان لا يمكن أن تعتمد فقط على القطاع الخاص، لابد أن يكون هناك دعم حكومي سواء للوزارة أو للشركة الجديدة أو حتى لدعم الأفراد للشراء. نعم دكتور، الآن كثرة البرامج التمويلية المقدمة من الوزارة وأيضا إطلاق برنامج الرهن الميسر، الإعلان عن تأسيس شركة لإعادة التمويل بخمسين مليار خلال خمس سنوات، هل من الممكن مثل هذه البرامج أن يعني تحل جزء من المشكلة؟ بالعكس، هذه أتصور من البرامج المحمودة وظاهرة إيجابية جدا، إنه كون تتنوع القنوات التسهيلية للمواطنين سواء من ناحية القروض أو التمويلات البنكية أو التمويلات من خلال شركات خاصة، هذه تفتح عدة قنوات أمام المواطن، وأيضا ستساعد على فتح شهية المستثمرين سواء الداخلين أو الخارجيين، لأن هنا حتكون الناتج من هالعملية هذه كاملة هي حركة اقتصادية كبيرة جدا، حتتعلق ليس في قطاع العقار وإنما القطاعات أيضا المساندة للعقار. فأنا أشوف أن إذا بدأت هذه أنها تأخذ في مرحلة العمل على أرض الواقع فتكون إن شاء الله أنها يعني ظاهرة إيجابية جدا وظاهرة تساعد وتدعم على حركة العقار. ويعني تأكيد لكلام الأستاذ خالد الآن زي ما تفضل، الآن وزارة الإسكان متى ما اتجهت إلى وجود أو خلق شركة نتصور ستبتعد نوعا ما عن البيروقراطية، حتبدأ في تحت قبعة أو مظلة التفكير القطاع الخاص، حتكون أكثر مرونة، حتكون أكثر حركاتها أو خطواتها أسرع بكثير، وحتجد إن شاء الله النور لمنتجاتها اللي تحدثوا عنها كثير. نعم، أتمنى ذلك وأن تسهم مثل هذه القرارات في إنتاج منتج نهائي يكون ملموس بالنسبة للمواطن. شكرا لك الدكتور عبد العزيز العنقري المستثمر العقاري، وأيضا شكرا ممتد إلى الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي والعقاري السيد خالد ربيش. شكرا لكم، كنتما ضيوفا معي في هذا الحلقة. شكرا. إذن لمن فاتته حلقات من الرياض بالإمكان العودة إليها على موقعنا skynewsarabia.com. نهاية جولتنا اليوم، موعدنا يتجدد معكم الأحد المقبل في الثامنة بتوقيت غرينتش، الحادي عشر بتوقيت الرياض. إلى اللقاء.